كل الأصدقاء والمتابعين نحييكم من منطقة شارع فلسطين. كباب أحمد أحلى وأطعم كباب بالعراق، كباب لحم غنم خبرة 30 عاما. هذا الكباب كله لحم غنم عراقي. حي الله حجي حجي أحمد الغالي، كل عام وانت بخير. الطماطة الشوي، الكرفس، البصل، الليمون، الفلفل الأخضر، الطرش والزيتون مال غزة، والثوم الما بي ريحة. وهذا الكادر كله لابس كفوف. عذرا جاولة، عذرا حجي خلي يجيبوني يابا، عذرا منه. هذا المعلاق وهاي التكة كله لحم غنم عراقي. لا عندنا هدي ولا عندنا غش وقت واع. قدام العين. خلي ياكلون. قدام العين ترى مش وقت ما تجي تعذر المطبخ. لحم غنم عراقي. روح ابو النظيف، روح 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 روح. هاي القيمة مالتنا الجاهزة، تعال شوف القيمة. كلها لحم غنم. وهاي الطلبات بيش الكيلو حجي؟ كيلو ب25. الكيلو ب25 ألف دينار. لحم غنم. هاي الطوبة كلها مال غنم عراقي. وهاي البيضة جاي يجري. وهاي اللي بنسويها ويا الكباب ويا التحتاني. قدام العين يجرد او يزرم. هاي طلبات العالم نوزن لهم. والكباب عن منقلة لحم غنم عراقي. اخذوا مني خاطر، اخذوا مني خاطر. خلي يشوفون كباب يابا، خلي على لي زايد. كباب احمد لحم غنم عراقي. منقش عيوني المعلاق، التكة مال الدجاج وتكة مال الغنم. هذا البيبسي والسفين والميرندا والمخبرات كلها موجودة. وراح نراويكم الواجهية مال المطعم. أول ما جينا على المطبخ اعتبرونا احنا الصحة جايين دقل على النظافة. البراد مالته قدام العين، براد اللحام، نظافة المواعين والعموم كلهم لابسين كفوف. معينا درجة أولى. الكيلو قد سعر حجي؟ كيلو ب25. كيلو ب25. وهاي المنقلة؟ ب14. حتى الشلاوة عندنا. لحم غنم، اسحب لنا خلي يشوفون عيوني. هذا غنم عراقي. عاشت ايده في السماق هم موجود. اكو ناس تطلب الكيلو و20 شيش نسوي لهم اياه. اكو يطلبون 24 هم نسويها. كباب احمد لحم غنم عراقي. غنم شنو؟ عراقي يقطع.